انتوا كانت واضحه مثل ما انا دعمت هيدا بدي ادعم. فتحنا ابواب اللهيب، ابواب جهنم على البلد. السابعة ونصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع روزي الخوري. مساء الخير. في عناوين المسائية: توقيف الشيخ هاشم من قارة بعد الشيخ الغريب والحوري على ذمة التحقيق في قضية تفجيري طرابلس الإرهابيين. The very best route to follow is to have a chapter 7 resolution. بريطانيا تؤكد أن أي عمل عسكري ضد نظام الأسد هو قانوني، وخبراء الكيميائي يغادرون سوريا السبت ويسلمون تقريرهم في اليوم نفسه. تعزيزات عسكرية أمريكية وفرنسية إلى المتوسط، والجربة يطالب بردع دولي قوي ضد نظام الأسد. مساء الخير. اعتبارا من بعد غد السبت التاريخ المحدد لمغادرة مراقبي الأمم المتحدة دمشق، يصبح موعد توجيه الضربة العسكرية الدولية لكتائب بشار الأسد واردا في أي لحظة، لا سيما وأن المراقبين سيسلمون تقريرهم إلى بان كي مون في اليوم نفسه. واعتبارا من اليوم تكون الحشود العسكرية الأوروبية والأمريكية قد أصبحت جاهزة بعد وصول تعزيزات هي عبارة عن مدمرات بحرية إلى البحر المتوسط وطائرات حربية. وكان لافتا إعلان قبرص وقف تسيير الرحلات الجوية إلى لبنان ليلا اعتبارا من هذه الليلة. واعتبارا من اليوم أيضا تكون شعبة المعلومات قد تمكنت من معرفة الجهة التي نفذت التفجيرين الإرهابيين في طرابلس. وعلم التلفزيون المستقبل من مصادر قضائية أن هذه الجهة هي ضباط في النظام السوري. وفي هذا السياق أوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر رئيس مجلس القيادة بحركة التوحيد الإسلامي الشيخ هاشم منقارة بجرم عدم إخطار السلطات الرسمية بالتفجيرات التي كانت تحضر لطرابلس. إذن منير، القاضي صقر تسلم من شعبة المعلومات الملف مع الموقوفين على أن يدرس الملف غدا، ويدعي على من تثبت صلته بالتفجيرين وكل من يظهره التحقيق، ليرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى 3. بعد نحو أسبوع على وقوع التفجيرين في طرابلس، بدأت ملامح الحقيقة تنجلي شيئا فشيئا. أولى الخيوط أمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتوقيف رئيس مجلس القيادة في حركة التوحيد الإسلامي الشيخ هاشم منقارة على ذمة التحقيق في قضية التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى، بحسب ما أدت إليه التحقيقات مع الموقوفين في القضية الشيخ أحمد الغريب ومصطفى الحوري. مصادر قضائية أكدت للمستقبل أن منقارة أوقف بجرم عدم إخطار السلطات الرسمية بالتفجيرات التي كانت تحضر لطرابلس والمسجدين المذكورين والشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أن الموقوف بحسب إفادته كان على علم بالمخطط أثناء تحضيره وقبل تنفيذ التفجيرين الإرهابيين. وكشفت المصادر أن القاضي صقر أمر بختم التحقيقات الأولية وطلب من شعبة المعلومات إيداع الملف مع الموقوفين على ذمة التحقيق، وهم الشيخان هاشم منقارة وأحمد الغريب والمخبر مصطفى حوري، على أن يدرس الملف في الساعات المقبلة ويدعي على من تثبت صلته بالتفجيرين وعلى كل من يظهره التحقيق، في حين لم تستبعد المصادر القضائية إمكانية حصول المزيد من التوقيفات، لسيما وأن التحقيقات أظهرت أن هذه المجموعة اجتمعت مع ضابط مخابرات سوري. وفي حين بات واضحا بالنسبة إلى الأجهزة المختصة الجهة المخططة للأعمال الإرهابية، وهي ضباط من النظام السوري وصلاتها ببعض اللبنانيين، إلا أن الحلقة المفقودة تبقى الجهة المنفذة. في خضم ضجيج السيارات المفخخة وأعمال الفتن، يبقي حزب الله على صمته ويتعاطى مع تفجيري طرابلس من منطلق المراقب، رغم أن التحقيقات تفيد بأن حليفه النظام السوري هو الجهة التي تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية.
وإزاء صمته المريب في هذه المرحلة، يبقى من المستغرب ألا يخطر له أن تكون الجهة نفسها التي خططت لتفجيرات طرابلس تقف وراء تفجيري الرويس وبئر العبد. أفلا يكون قطع دابر الفتنة بقرار جريء يقضي بالانسحاب من هذا المحور السياسي والتوقف عن دعم النظام السوري؟ من البديهي أن أهالي طرابلس الذين لم يوجهوا اتهامات للحزب بالوقوف خلف التفجيرات ربما يستحقون موقفا واضحا منه، وهو الذي يدعي دائما حرصه على السلم الأهلي، على أن أغرب ما في الأمر أن مقربين من الحزب يشككون بصدقية التحقيقات. ومع استمرار التحقيقات لكشف المنفذين تستمر عمليات رفع الأضرار وسط تحضيرات لأول صلاة جمعة بعد التفجيرين الإرهابيين. تقرير ربيع شنطف. بسلام وتقوى يعمل الجميع هنا، فالطرقات أعيد فتحها. بدل الإيواء لمدة شهر قابلة للتجديد يدفع للعائلات المتضررة. أما ناشطو حملة سلام وتقوى فمستمرون بتلقي التبرعات للجرحى والمحتاجين حتى يوم الأحد المقبل. هذه المباني التي كشفت عليها الهيئة العليا للإغاثة تنتظر الترميم، وكذلك المحال التجارية التي دمرت واحترقت محتوياتها. أضرار ما بتتمن، ما بتتمن عندنا ولا عند جيراننا. قد ايه خسائرك؟ أنا بالنسبة لعندي هون حوالي شي 200-250 ألف دولار. أضرار هون الإزاز هون كله روح تحت، في عندك لباب اجوا عملوا مسح للأضرار. أكترية الناس صارت مسجلة أضراره، بس أي متى بدهم يلبوا الدفع للعالم ما حدا بيعرف. لملمة الأضرار تتزامن مع إجراءات أمنية مشددة تتخذ قبل ساعات من موعد أول صلاة جمعة بعد التفجيرين الإرهابيين. صلاة الجمعة ستقام هنا في مسجد التقوى كما في مسجد السلام تحت شعار مصليتك معك لقينا الجمعة لنصلي سوا. الاستعدادات لصلاة الجمعة متواصلة، والتعاون بين القوى الأمنية والمواطنين سيكون على خير ما يرام وفق المعنيين. نحن والجيش اللبناني بحالة تنسيق مستمر ومتواصل. التدابير اللي نحن أخذناها منع وقوف السيارات نهائيا أمام المساجد، وحنكون في كلاب بوليسية والخبرة المتفجرات. الجمعة حتوقف على نفس المنبر، شو الرسالة اللي حتوجهها؟ يعني مثل اسم المسجد رسالة سلام. نحن اسم ما سمينا الجامع مسجد السلام مشان يكون فعليا منبر سلام، والسلام ما يعني ما يكون في مواقف، المواقف بتكون مشان تحفظ السلام. وحنوجه لهم رسالة اعتذار ومحبة وتضامن لكل أهل الجيران هالمسجد، وحنوجه كذلك رسالة للقاتل أنه ما حتقدر تكسر إرادتنا. على جدران المسجدين المستهدفين شعارات تؤكد بأن إيمان أهل طرابلس لن يتزعزع، وأمام المسجدين باقتا زهور على شكل العلم اللبناني مع عبارة كلنا واحد. لا تزال الضربة العسكرية المزمعة على نظام الأسد محور مشاورات مكثفة في الدول الغربية، ولكن الموعد ربما ينتظر تقرير خبراء الأمم المتحدة الذين سيغادرون سوريا السبت المقبل ويسلمون تقريرهم في اليوم نفسه، في وقت أكدت بريطانيا أن أي عمل عسكري ضد سوريا هو قانوني حتى لو رفضه مجلس الأمن الذي سيلتئم أعضاؤه دائمو العضوية بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الآن للبحث في الشأن السوري. يتساءل الكثيرون إن كانت هناك ضربة عسكرية سيتلقاها النظام السوري، ومتى ستحين ساعة الصفر في ظل المشهد المتلبد بالأجواء والمواقف السياسية الدولية المتباينة. يتصدر الموقفان البريطاني والأمريكي وجهة المعسكر الذي اتخذ قراره بتوجيه الضربة العسكرية، والتي لن تؤدي إلى أسقاط النظام لكنها ستعزز من مواقف المفاوضات السياسية لاحقا بحسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وخلال
جلسة أمام مجلس العموم لمناقشة إمكانية مشاركة بلاده في العملية العسكرية. أشار كاميرون إلى أن أي عمل عسكري ضد سوريا هو قانوني حتى لو رفضه مجلس الأمن، متهما نظام الأسد بشن الهجوم الكيميائي على الغوطة. لا يجب أن نقف عاجزين أمام استخدام الكيميائي حتى لا يتجرأ آخرون في المستقبل، ونريد تقويض قدرة النظام السوري على استخدام السلاح الكيميائي مجددا. في المقابل اعترض رئيس حزب العمال البريطاني المعارض إد ميليباند على التدخل العسكري في سوريا، قائلا إنه على مجلس العموم البريطاني حسم أمره واتخاذ قراره بناء على أدلة وبالعودة أيضا إلى الأمم المتحدة. وفيما أبدت وزارة الدفاع الفرنسية استعدادها التام للبدء بأي عملية عسكرية محتملة ضد سوريا، أعلن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أن باريس تحضر مع حلفائها للرد المناسب على مجازر النظام الكيميائية، لافتا إلى ضرورة إيجاد حل سياسي من خلال دعم المعارضة. وفي الوقت الذي أعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوامره بتسريع التحقيق في استخدام السلاح الكيماوي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الخبراء الأمميين سيغادرون سوريا صباح السبت المقبل، فهل ستتم الضربة بعد هذا الموعد؟ أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند التزام بلاده بتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية للمعارضة السورية، فيما دان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد الجربة استعمال النظام السوري السلاح الكيميائي ضد شعبه، لافتا إلى أن العقاب الدولي لا يطال إلا آلة قتل نظام الأسد. في وقت يعيش المجتمع الدولي حالة تعبئة لدرس الردود على الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي شنه نظام الأسد، التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة في قصر الإليزي بباريس. أولاند أكد التزام بلاده بتقديم المساعدة السياسية والإنسانية والعسكرية للسوريين، مشيرا إلى أنه إذا أصبح الائتلاف جاهزا ليكون بديلا عن نظام الأسد سيتحرك المجتمع الدولي لوقف العنف. سنفعل كل شيء من أجل حل سياسي، لكن لا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا أصبح الائتلاف جاهزا ليكون بديلا عن النظام. ومن جهته أكد الجرب أن الجريمة التي ارتكبها النظام السوري لا يمكن أن تمر من دون عقاب، مطالبا بردع قوي لنظام المجرم. إن أي عقاب لن يطال إلا هذا المجرم، لن يطال إلا آلة القتل التي تدمرنا، والسلاح الذي لم يستعمله إلا ضد هذا الشعب. الآن نحن ندين السلاح الكيميائي بكل أنواعه، ولا نقبل أن يكون سواء كان على شعبنا أو على غيره من شعوب العالم. وكان الجربة قد دعا في مقابلة مع صحيفة لباريزيان الفرنسية الغرب لتوجيه ضربة عقابية لنظام بشار الأسد وإحالته مع عائلته إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثم دعما سياسيا وعسكريا للجيش السوري الحر، لأن نظام الأسد يحظى بدعم كامل من روسيا وحزب الله وإيران. كما دعا الائتلاف السوري في بيان له بعثة التحقيق الأممية لاتمام مهامها على النحو المطلوب والتعجيل في كشف حقيقة ما حصل في الغوطة، وانتقد في بيان آخر محاولة سفير نظام الأسد لدى مجلس الأمن بشار الجعفري تضليل العالم وتبرئة نظامه من الجريمة الشنيعة التي اقترفها في الغوطة. وأضاف البيان أن نظام الأسد يهدد الآن بنشر الموت والدمار في محيطه الإقليمي وفي لبنان تحديدا، بعدما ساهم هذا النظام في زعزعة أمن واستقرار هذا البلد على مدى عقود، مصدرا إليه أزماته وزارعا فيه جماعات وميليشيات مرتبطة بالخارج ومعادية لسيادة لبنان ومصالحه. يواصل الغرب استعداداته العسكرية للهجوم على سوريا، حيث أرسلت الولايات المتحدة مدمرة خامسة إلى المنطقة بعدما توجهت فرقة فرنسية وسفينتان حربيتان روسيتان إلى المتوسط. تزامنا ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن الهجوم سيبدأ في الليل بصواريخ تطلق من البحر والجو ضمن عملية تستمر 3 أيام وتستهدف خصوصا الفرقة السورية المدرعة الرابعة.
دقت طبول الحرب وبدأ العد التنازلي للوصول لساعة الصفر، وفيما يستكمل الغرب استعداداته اللوجستية لتنفيذ الضربة العسكرية المتوقعة على سوريا، نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن مصدر بالقوات المسلحة تأكيد موسكو أنها سترسل في الأيام القليلة المقبلة سفينة مضادة للغواصات وطارات صواريخ إلى البحر المتوسط، في حين أرسلت فرنسا فرقات تشوفاليي بول الحديثة لتنضم إلى مجموعة من السفن الأمريكية والبريطانية المرابطة بالقرب من السواحل السورية وفق ما أكدت صحيفة لوبوان الباريسية. ويبدو أن ملامح التحالف الدولي الذي سيشن العملية باتت شبه مكتملة، وهو يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مرحلة أولية قبل أن تلتحق بها دول أخرى. وتملك الدول الرئيسية الثلاث في التحالف وسائل عسكرية جوية وبحرية مهمة في المنطقة، فالولايات المتحدة أرسلت مدمرة خامسة إلى المنطقة لتضاف إلى 4 مدمرات أخرى في البحر المتوسط، إلى جانب حاملتي الطائرات ومجموعتين من السفن القتالية في مياه الخليج. أما في شمال المحيط الهندي فتجوب المياه حاملة طائرات USS هاري ترومان ترافقها مجموعة سفن قتالية. أما بريطانيا فلديها قوات في البحر المتوسط مزودة بصواريخ كروز، فيما يمكن لسلاح الجو الملكي البريطاني استخدام القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص، حيث أرسلت بريطانيا اليوم 6 طائرات تايغون لحماية قواعدها هناك. ويمكن لهذا التحالف الاعتماد على قاعدتي إزمير وإنشرليك في تركيا، كما تشثم مقاتلات أمريكية من طراز F-16 في الأردن. يأتي ذلك فيما تستمر كتائب الأسد بإخراج أرتال السيارات والآليات العسكرية والجنود النظاميين من مطار دمشق الدولي باتجاه بلدة حران العواميد، كما أعادت نشر المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ داخل المطار بشكل متباعد أمام الساحات المخصصة لتوقف الطائرات، مع إطفاء الكهرباء داخل مطار دمشق الدولي وإنارة صالة المطار فحسب. وكانت مصادر من المعارضة السورية أفادت بأنه تم إخلاء مبنى القيادة العامة للأركان في ساحة الأمويين ومبنى قيادة القوات الجوية والمجمعات الأمنية في حي كفرسوس الغربي في خطوات استباقية للضربة العسكرية الغربية. نقل التلفزيون السوري عن رئيس النظام بشار الأسد قوله أمام وفد يمني إن سوريا ستدافع عن نفسها أمام أي عدوان، معتبرا أن التهديدات بشن عدوان مباشر على سوريا ستزيدها تمسكا بمبادئها الراسخة وقرارها المستقل النابع من إرادة شعبها. ميدانيا، أعلن ناشطون سوريون مقتل أكثر من 40 شخصا اليوم بنيران كتائب الأسد التي تدك حي القصور في حمص محاولة اقتحامه. قبل أيام أو حتى ساعات من ضربة غربية متوقعة ضد نظام الأسد، تستكمل البعثة الأممية مهمتها في الريف الدمشقي على أن تغادر سوريا نهائيا صباح يوم السبت المقبل. المحققون الدوليون وصلوا إلى الغوطة الشرقية في زيارة هي الثالثة من نوعها للتأكد من صحة قتل النظام أكثر من 1600 شخص بالسلاح الكيميائي المحرم دوليا. وبالتزامن مع جولات الخبراء الأمميين، نشر المركز الإعلامي لمدينة داريا شريط فيديو قال إنه يظهر عملية إطلاق جنود نظاميين الصاروخ الكيميائي على الغوطة الشرقية الأسبوع الماضي من مطار المزة العسكري. وفيما تستكمل كتائب الأسد حملتها العسكرية المركزة على مدن وبلدات العاصمة وريفها، سجل توجه رتل عسكري تابع لقوات النظام إلى داريا في ظل استهداف المدينة من جبال الفرقة الرابعة ومطار المزد العسكري. أما طريق مطار دمشق الدولي من جهة بلدة بيت سحم وحي مخيم اليرموك فيشهدان اشتباكات عنيفة، وعلى طريق حمص دمشق الدولي انفجرت سيارة مفخخة بأحد حواجز القوات النظامية عند مدينة النبك، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود وتلا تفجير اشتباكات عنيفة. قوات النظام التي تكثف ضرباتها الجوية والبرية على حمص وريفها قصفت مدينة تدمر الأثرية ودكت حي القصور بالدبابات في محاولة لاقتحامه في ظل مواجهات طاحنة بين الجيشين الحر والنظامي في حي جورة الشياح. وفي ظل غارات الطيران الحربي على درعا وريفها وقصف ريفي إدلب وحماة، استهدف الجيش الحر معاقل قوات النظام في حي الصناعة بدير الزور، واشتبك مع كتائب الأسد بحي الخالدية في حلب،
فيما سجل انفجار سيارات مفخخة في مدينة الرقة وهو أدى إلى وقوع ضحايا. عند نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا حركة السير كثيفة للنازحين السوريين تخوفا من ضربة غربية على سوريا أو هربا من قصف الأسد. لوحات السيارات السورية تحتل المكان تخلق زحمة سير كبيرة تتزاحم للدخول إلى الأراضي اللبنانية بعد ساعات انتظار عند الأمن العام اللبناني بعد تكثيف الإجراءات المتخذة بحق الوافدين السوريين إلى لبنان. عند الحدود البرية مع سوريا وتحديدا نقطة المصنع يتوافد النازحون السوريون خوفا من الضربة العسكرية المفترضة ضد نظام بشار الأسد أو من الكيماوي أو ربما للزيارات فقط بحسب قولهم. أعداد جديدة يستقبلها لبنان هي ستشكل حتما عبئا اجتماعيا أمنيا واقتصاديا إضافيا. هربانين من الضرب ومن الخبط وعائلتي أنا هون إلى فترة وأنا لحالي بالشام. في ناس كثير عم ترجع إيه والله عم بفيشوا العالم يعني ما لها ذنب عم بفيشوا لها. جاي زيارة عندي أهلي هون بدي أشوفهم. الحمد لله ما في شيء بالمسجد. لا الحمد لله لا ما في شيء. أعداد جديدة يستقبلها لبنان هي ستشكل حتما عبئا اجتماعيا أمنيا واقتصاديا إضافيا ينتظر حلا. كل الدول استعدت للضربة العسكرية المحتملة ضد النظام السوري إلا لبنان. تقرير محمد بركات. كيف تتحضر شعوب المنطقة للوقاية من الضربة الأمريكية المحتملة ضد النظام السوري وكيف يتحضر لبنان؟ في تركيا أفادت الوكالات العالمية عن استنفار عام وتحديدا في جنوب البلاد لتهيئة أنظمة الدفاع الجوي الباتريوت، انهماك في مراقبة المجال الجوي السوري ليلا ونهارا واستعدادات لوجستية لاستقبال نازحين محتملين. في إسرائيل قوات الاحتياط استدعيت الأربعاء واستنفار في وحدات الصواريخ وتوزيع أقنية واقية من السلاح الكيميائي ونشر المزيد من صواريخ باتريوت، والقيادة دعت المواطنين إلى ممارسة حياتهم كالمعتاد. في الأردن صواريخ باتريوت أيضا حصلت عليها المملكة من الولايات المتحدة، وأسلحة مضادة للطيران حصلت عليها من بعض دول الخليج، واستعدادات لاحتمال قصف بالأسلحة الكيميائية، واستعدادات أيضا لاحتمالات نزوح كثيف. في العراق تعزيز الإجراءات الأمنية على طول 650 كيلومتر من الحدود مع سوريا وتشكيلات من الشرطة ونصب المزيد من أبراج المراقبة وأسلاك شائكة على الحدود، والرئيس نوري المالكي يعلن حالة الاستنفار القصوى لوقاية الاقتصاد والخدمات والقضايا الطبية والصحية. أما في لبنان فنزوح عشرات آلاف السوريين في اليومين الماضيين إضافة إلى المليون نازح الذين وفدوا خلال العامين الفائتين من دون خطة لاستقبالهم أو إيوائهم. عشرات الآلاف يعملون على تجديد جوازات سفرهم. وحده رئيس الجمهورية دعا إلى تجديد الحياة في عروق النأي بالنفس، وحركة دبلوماسية روسية وصينية وأوروبية حول قصر بعبدة. وحدها النكتة اللبنانية اقتربت من الإجراءات العملية التي قامت بها بقية الدول المجاورة لسوريا مع هذا الإعلان عن نشر بطاريات ريوفاك على الحدود. ووحدها ليلى عبد اللطيف قادرة على ملء الفراغ السياسي بتنبؤات تشغل بال اللبنانيين عن مستقبلهم التي لا يهتم له إلا المنجمون أو السفراء الأجانب. النشرة بعد الفاصل. تدابير وإجراءات أمنية وبلدية في العاصمة بيروت. وغرفة عمليات تربوية في الصيدا لمواكبة انطلاقة العام الدراسي. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها. توقيف الشيخ هاشم منقرة على ذمة التحقيق في قضية تفجيري طرابلس. اجتماع للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الليلة للبحث في الشأن السوري. وتعزيزات عسكرية أمريكية وفرنسية إلى المتوسط. بعد أيام قليلة يبدأ العام الدراسي الجديد في لبنان وسط مخاوف أمنية وقلق لدى الأهالي وإدارات المدارس. تقرير جوانا ناصر الدين.
عام دراسي جديد تنهمك إدارات المدارس الخاصة والرسمية بالتحضير له في ظل ظروف أمنية استثنائية وهاجس لدى الكثير من الأهالي وحتى إدارات بعض المدارس. أيام قليلة وتفتح بعض المدارس الخاصة أبوابها، من بينها الكاثوليكية والتي يؤكد أمينها العام الأب بطرس عزار أن الترقب سيد الموقف في هذا الوضع، مشددا في الوقت نفسه على عدم إثارة المزيد من القلق. في كتار من المدارس أمنوا كاميرات مراقبة، أمنوا أشخاص يأمنوا الحراسة. مش الخوف بجوات المدرسة، الخوف على طرقات المدرسة. يعني هيدا الخوف اللي إذا في من خوف، يعني إنه هالأوتوكاريت رايحين، هالأساتذة رايحين إلى آخره، بطلعوا برات المدرسة. بالمدرسة في حماية ذاتية المدرسة بتأمنها. نحن ما منجازف لا بالتلامذة ولا بالهيئة التعليمية، ونحن مرقنا بمراحل كتير صعبة بالماضي، وكنا نحاول إنه نخلص العام الدراسي، نتأخر يوم، نتأخر يومين، نعلم يوم، نوقف ثلاثة، نرجع نجي إلى آخره. يعني في سنة عملنا سنتين بسنة، يعني لأنه كان وضع أمني غير. لذلك يعني بقول أنا ما نخوف الناس، خلينا نعطيهم نتفت فصحة رجاء، ما نحطهم بقلق، خلينا نتكل على ربنا، وكل حال يسألوا حديث مثل ما بيقولوا. أكيد بدل الواحد عنده فزع، ما في خوف أكيد. هلا أكيد الوضع شوي يعني تعبان، بتضل تخافي شوي. مدرسته قريبة قولي، يعني ما مش كتير بعيدة. أكيد بدي أبعتها، اللي بيصير عليها بيصير على غيرها. أنت من سوريا؟ من سوريا، من حلب. وترددت معلومات عن أن بعض المناطق اللبنانية التي تعاني من أوضاع أمنية استثنائية كالضاحية الجنوبية طلبت من إدارات المدارس تأجيل البدء بالسنة الدراسية لمدة زمنية غير محددة لجلاء الصورة الأمنية وبسبب مخاوف من حصول تفجيرات في المنطقة. الخوف موجود في كل المناطق، لكن الموقف من تأجيل العام الدراسي ليس نفسه. إذا ضلينا هيك أكيد لازم يتأجل، لأنه بالنهاية حرام الولاد على الطرقات، وبتعرفي بدها تعجق كتير وحاجتها السيارات المفخخة. لا أكيد لازم. لا إذا تأجل هيك بتحسسيهم إنك خايفة منهم، يعني بالنهاية أو الشغل تأجل أو شيء. نحن ما أنا خايفين من حدا. هلا هو الأفضل يستقر الوضع، بس لا ما بحب إنه يتأجل، يعني مش حلو عشان الولاد وهيك، بس إنه بهيك أوضاع الواحد بفضل أكيد. ومع كل هذا الإرباك تعمل وزارة التربية في شكل عادي من دون إعلان أي خطوة لمواجهة المستجدات الأمنية، وفق ما أكد مديرها العام فادي يرق للمستقبل. في مجدليون اجتماع لمدراء الشبكة المدرسية للصيدة والجوار بهدف البحث في سبل تأمين انطلاقة طبيعية وآمنة للعام الدراسي الجديد. في سبل تأمين انطلاقة طبيعية وآمنة للعام الدراسي، عقدت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري اجتماعا مع مدراء مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار. الحريري وجهت رسالة تطمين إلى أهالي طلاب مدارس صيدا والجوار بأن العام الدراسي سينطلق بشكل طبيعي في مدارس المدينة وجوارها وفي موعده المعتاد بدءا من الأسبوع المقبل من أول أيلول تباعا، وسيواكب الانطلاق خطة أمنية من قبل القوى الأمنية والعسكرية لحفظ أمن كافة المؤسسات التربوية وتأمين سلامة الطلاب. نحن بدنا نقول لكل أهلنا ولولادنا أنه ولا يوم استسلمنا، ولا يوم توقفنا عن زرع الأمل بنفوس بعضنا. نحن بدنا نشد على قدم بعضنا، وبدنا بالنهاية نبدأ عام دراسي زاخم، عامر بالمعرفة وعامر بالمودة وعامر بالمحبة وعامر بالاستقرار تحت مظلة الدولة اللبنانية. من جهتهم قرر مدراء المدارس تشكيل غرفة عمليات تربوية لمواكبة العام الدراسي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. القلق من الأوضاع الأمنية شكل محور اجتماعات ولقاءات استثنائية بلدية وأمنية في بيروت لإقرار مجموعة من التدابير والإجراءات. اجتماع استثنائي لبحث أوضاع العاصمة الأمنية عقد في مبنى المجلس البلدي برئاسة بلال حمد، تقرر خلاله تركيب شبكة من كاميرات المراقبة لردع وضع أي تفجير أو حتى الجرائم العادية. أخذ المجلس البلدي اليوم لمدينة بيروت قرار بإنشاء شبكة كاميرات مراقبة متطورة وحديثة، وتتصل بغرفة تحكم ميدانية، وطلبنا من السلطة التنفيذية اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع هذا القرار البلدي موضع التنفيذ بالتنسيق مع رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت. بلدية بيروت لن تقصر في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي
لأمن البيروتي ولأمن اللبنانيين ولأمن مدينة بيروت العزيزة علينا واللي نحن حاملين مسؤوليتها. المجلس قرر كذلك تفعيل دور الحرس البلدي في المدينة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي ووضع خطة متكاملة لتعزيز إمكانيات وتجهيزات فوج حرس بلدية بيروت، كما أعلن حمد عن وقفة تضامنية مع المتضررين من انفجاري رويس وطرابلس. أخذ قرار أنه يتبرع بمبلغ 150 مليون ليرة لكل من بلديات حارة حريك حيث حصل تفجير رويس، بلدية طرابلس حيث حصل تفجير مسجد التقوى، وبلدية الميناء حيث حصل تفجير جامع السلام. هذه المبالغ هي الحقيقة مساعدة للمتضررين. اجتماع أمني بلدي آخر عقد في مركز محافظة بيروت خصص للغاية نفسها، تطرق إلى التدابير الميدانية اللازمة لتوفير الحد الأقصى من الإجراءات التي تنعكس إيجابا على سلامة المواطنين والتنسيق بين أقسام الشرطة التابعة للبلدية والقوى الأمنية. الأوضاع راهنة في لبنان والمنطقة، بحثها رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة مع السفير السعودي علي عواض عسيري. رأى المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي عقد برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي أن يد الإجرام التي استهدفت الضاحية الجنوبية ومدينة طرابلس بعثت برسالة واضحة المعالم بهدف زرع الفتنة والرجوع إلى ماض كانت ضريبته دما ودمارة. وفي اجتماع عقد لاتخاذ القرار المناسب لإقرار الإصلاحات الأساسية في البنية الإدارية لدار الفتوى، دعا المجتمعون مفتي الجمهورية لفتح الطريق لقيادة جديدة حرصا على المصلحة الإسلامية العليا. أكد المجلس على خطته في دراسة ملف الإصلاح المالي والإداري التي انطلقت من التمديد له بناء لطلب دولة الرئيس نجيب ميقاتي ودولة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2012، انطلاقا من أعمال اللجنة التي كلفت بالتعديلات المطروحة. وقد وضع المجلس خطة تفصيلية استنادا إلى الواقع القائم في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ودار الفتوى والمؤسسة التابعة لها وفق معايير التعديل والتنظيم، بحيث تخضع موازنة جميع هذه المؤسسات لرقابة المجلس الشرعي والرقابة الإدارية والمالية. وفي طرابلس دعا اللقاء الوطني الإسلامي القضاء إلى الإسراع في الكشف عن الجهة التي تقف خلف جريمة تفجيري طرابلس وإطلاع الرأي العام عليها لتهدئة النفوس. كما دعا اللقاء الذي انعقد في منزل النائب محمد كبارة المسؤولين السياسيين والأمنيين إلى تحصين لبنان من أي ارتدادات سلبية قد تحصل نتيجة التطورات العسكرية في المنطقة. ورأى اللقاء أنه رغم الانعكاسات الكارثية للتفجيرين فقد أثبتت طرابلس أنها مدينة الاعتدال والوطنية، وأكدت تمسكها بالدولة وبمؤسساتها لا سيما من خلال رفضها القاطع والسريع لاعتماد الأمن الذاتي. نفذت لجنة المتابعة للنازحين الفلسطينيين من سوريا اعتصاما أمام وكالة الأونروا في عين الحلوة احتجاجا على عدم القيام بواجبها تجاه النازحين. احتجاجا على استمرار وكالة الأونروا بعدم القيام بواجبها الإنساني تجاه النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى مخيمات لبنان، نفذ اعتصام أمام مكتب الوكالة الدولية داخل مخيم عين الحلوة. المعتصمون حملوا لافتات تطالب الوكالة بالالتفات إلى أوضاعهم. تأمين بدل إيجار بشكل مستمر للعائلات اللاجئة من سوريا حتى تتم العودة إلى مخيماتنا في سوريا. تأمين مساعدات مالية ومساعدات غذائية لتأمين متطلبات الحياة اللائقة بحدها الأدنى. الاستشفاء الكامل للمرضى من اللاجئين لأننا لا نستطيع تأمين باقي مستلزمات العلاج. إلى ذلك تواصل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتعاون مع الاتحاد المؤسسات الإغاثية في صيدا والجوار تقديم المساعدات للنازحين من سوريا، حيث أعلن عن افتتاح مركز جديد للاتحاد يعنى بتقديم الخدمات للنازحين ولا سيما في ظل تزايد أعدادهم بعد الحديث عن ضربة أمريكية محتملة على سوريا. الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تقدم نحو 840 ألف دولار كنفقات للطلاب السوريين النازحين.
مع اقتراب العام الدراسي الجديد وبهدف مساعدة الأطفال السوريين النازحين إلى لبنان، سلم مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا وليد الحلال مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة الدفعة الثانية من المساعدات التربوية التي تسهم فيها السعودية لتعليم الطلاب السوريين في مدارس مدينة صيدا وجوارها. اليوم طبعا كان عندنا تسليم الدفعة الثانية من هذا المشروع، طبعا كانت تكلفته هو 2,100,000 دولار، تم تسليم 60% في المرحلة الأولى مع أثناء الدراسة، والآن طبعا نسلم الدفعة الثانية. يعني مشكورة الحملة السعودية على هالدفعة اللي هي اللي بتغطي قسم من النفقات الطلاب السوريين بمدارس شبك المدرسية بصيدا، واللي هم أخذوا هالطلاب بطريقة أنه كل صف أخذته مدرسة وغطوا كل نفقات التعليم والحاجات المدرسية. كما ستوزع الحملة هدية الطفل وهي عبارة عن هدايا مقدمة من أطفال المملكة العربية السعودية إلى الأطفال السوريين النازحين. أكد السفير الأمريكي الجديد في لبنان ديفيد هيل العمل مع اللبنانيين على مواجهة التحديات المقبلة. وقال هيل في بيان لدى وصوله إلى لبنان إن هدفه ضمان بقاء السفارة الأمريكية شريكة للشعب اللبناني، لأننا نتشارك الأهداف اللبنانية من الحفاظ على الاستقلال الحقيقي والوحدة والازدهار والأمن في كافة أنحاء البلاد. أفادت معلومات خاصة تلفزيون مستقبل أن حزب الله سحب 3 من جرحاه من سوريا إلى لبنان، وهم شخص من آل الشعار وقد نقل إلى مستشفى الرسول الأعظم، والثاني من آل طه، والثالث من آل مناع. وتحدثت المعلومات عن وجود أكثر من 10 قتلى ما زالوا في سوريا، لم يستطع الحزب سحب أي منهم في ظل مطالبة من ذوي المقاتلين معرفة مصير أولادهم. لنشر بعد الفاصل، تجار بيروت يدعون إلى أوسع مشاركة في إقفال يوم الرابع من أيلول. قرعة دوري الأبطال لا تفتح أبواب جهنم على فرق وتؤجل معارك البعض إلى الأدوار الحاسمة. صرخة تحذيرية لجمعية تجار بيروت من خطورة الأوضاع الاقتصادية وتأكيد على قرار الهيئة الاقتصادية بإقفال كافة المؤسسات في الرابع من أيلول إذا لم تشكل الحكومة. والتقرير لباسل الخطيب. الصرخة أطلقت من جمعية تجار بيروت استياء من الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحذيرا من خطورته في ضوء الفلتان الأمني المستشري، حيث عقد اجتماع طارئ ضم إلى رئيس الجمعية نقولة شماس رؤساء وممثلي اللجان والأسواق والجمعيات والنقابات التجارية، تضمن التزاما بقرار الهيئات الاقتصادية إقفال كافة المؤسسات في لبنان يوم الأربعاء في الرابع من أيلول. ووصلنا إلى الخلاصات الآتية. أولا، الهيئات الاقتصادية كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ضوء الانشقاق السياسي القاتل والفلتان الأمني المستشري. أما وقد حصلت التفجيرات المستنكرة بالضاحية وطرابلس، فلا يمكن بعد اليوم بعد ما أن دفع البلد دفعا إلى شفير الهاوية أن الهيئات الاقتصادية تبقى صامتة. المجتمعون دعوا كل تجار لبنان إلى الوقوف صفا واحدا والترفع فوق الانشقاق السياسي للالتزام بقرار الإقفال. الحاضرين قرروا أنهم يوجهوا نداء صادق وأخوي لكل زملائهم التجار بمختلف المناطق اللبنانية ومختلف المذاهب والطوائف والمشارب. وخلينا نشدد على أنه نهار 4 أيلول مش لازم يكون نهار عطلة أو نهار استجمام، لازم يكون نهار للتعبير عن المخاوف والمشاعر الحقيقية يلي متنتابنا، مشاعر الغضب ومشاعر اليأس في وجه المسؤولين. صرخة نابعة من وجع التجار الذين يعانون ومن واقع المحلات والمؤسسات التجارية التي أصابها الفراغ من الزبائن كما أصاب الفراغ الدولة، وهي مؤسسات مضى على معاناتها 3 سنوات وصلت ببعضها الأوضاع إلى الإفلاس والإقفال أو تقليص الموظفين.
سور سطع مجهولون على مبلغ نصف مليون دولار عائدة لشركة شمال للصيرفة. وفي التفاصيل أن مدير فرع الشركة طلب من أحد العاملين وضع حقيبة الأموال في صندوق سيارته عندما كان يعمل على تبديل أحد إطاراتها، ثم ما لبث أن فقدها. وفي حين باشرت فصيلة درك سور التحقيق في الحادث، أظهرت الصور الملتقطة في المكان وجود سيارتين ودراجة نارية هناك قبيل فقدان الحقيبة، مما قد يساعد في التحقيق. في منطقة البداوي في طرابلس داهمت عناصر من قوى الأمن الداخلي بمؤازرة البلدية ملحمة المدعو ألف عين، بينما كان يقوم بسلخ بقرة نافقة داخل محله تبين بعد الكشف عليها أنها غير صالحة للاستهلاك. وأكد رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها مداهمات كهذه، مناشدا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة من هذا النوع. ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القيادي البارز في جماعة الأخوان المسلمين محمد البلتاجي في الجيزة. وأشار تلفزيون مصري إلى أن البلتاجي قبض عليه داخل شقة في محافظة الجيزة، لينضم بعد ذلك إلى كبار قادة الجماعة الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم في الفترة الأخيرة. وفي الجيزة أيضا قبض الأمن المصري على القياديين في جماعة الأخوان جمال العشري وخالد الأزهري. الاعتقالات هذه جاءت عشية التظاهرات الحاشدة التي دعا إليها أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، والتي استدعت استنفارا أمنيا واسعا في مختلف أنحاء البلاد. من أجل استكمال تحقيق أهداف ثورة 25 من يناير، دعا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في تسجيل مصور أنصار الجماعة إلى الخروج في تظاهرات سلمية الجمعة، مشيدا بالشعب المصري الذي أثبت أنه قادر على قيادة مسيرة الثورة بنفسه ودون ارتباط بتنظيم أو حزب أو جماعة. تزامنا رفعت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني استعدادا لتظاهرات الجمعة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين تحت شعار جمعة الحسم. وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، فقد تقرر إلغاء كل الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين، ورفع درجة الاستنفار الأمني خصوصا في المحافظات التي يتوقع أن تشهد تظاهرات حاشدة، على أن تبدأ خطة التأمين ابتداء من مساء الخميس. وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار 24 ساعة، ومن بينها مجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والبنك المركزي ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها. كما لم تخفل خطة وزارة الداخلية عن المحافظات الحدودية، حيث سيتم تجديد الإجراءات الأمنية على المعابر كافة من وإلى سيناء بمدن القناة الثلاث لمنع دخول أي عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية. أحبط حرس الحدود السعودي محاولة تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة على الحدود مع اليمن. وأوضح بن محفوظ أن الأعتداء المصادرة شملت 311 قطعة سلاح و 4020 ذخيرة منوعة و 570 مخزن سلاح. استنف حوار التوافق الوطني بين الحكومة والمعارضة في البحرين بعد تعليق أعماله لنحو شهرين، على أن تلتئم الجلسة المقبلة في الرابع من أيلول المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني عيسى عبد الرحمن إن الجانبين اتفقا في ختام الجلسة على تشكيل فريق عمل مصغر لمناقشة 10 نقاط طرحتها المعارضة، إضافة إلى نقطة مقترحة من قبل المستقلين من السلطة التشريعية. اغتيل المدعي العسكري العام لمناطق شرق ليبيا يوسف الصيفر في تفجير استهدف سيارته جنوب مدينة بنغازي، ولم تعرف بعد دوافع اغتيال صيفر ولا الجهة التي تقف وراء العملية. تطلق قطر مساء اليوم أول قمر صناعي تحت اسم سهيل واحد، بهدف تحقيق الاستقلال السيادي لقطر في ارتياد الفضاء وكسر الاحتكار في المنطقة. ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق على متن صاروخ أريان 5، وذلك من الميناء الفضائي الأوروبي بمدينة غيانا الفرنسية الواقعة على الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية. ويوفر سهيل واحد إلى جانب الفضائيات التي سيضمها خدمات اتصالات، كما سيحقق نقلة نوعية في مجال التعليم عن بعد والطب والإغاثة والعلوم.
طلب رسام روسي اللجوء إلى فرنسا بعد الجدل الذي أثرته أحد لوحاته التي صور فيها الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وهما يرتديان ملابس نسائية داخلية. اللوحة التي عرضت في سان بيترسبورغ صادرها الأمن الروسي وأقفل المعرض بسببها. وروى الرسام أن اللوحة تعود إلى العام 2011 عندما كان بوتين رئيس حكومة وميدفيديف رئيسا للجمهورية، معتبرا أنها مزحة بريئة ظنا منه أن السلطات الروسية تتمتع بحس الفكاهة. روزي، نصل الآن على ما يبدو إلى النشرة الرياضية، ترافقنا فيها بعد قليل هبة زيدان. الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرياضة، حيث أجريت منذ قليل في موناكو مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2013-2014، حيث تم تقسيم الفرق التي وصلت لهذا الدور إلى 8 مجموعات. تضم كل مجموعة 4 فرق وأتت على الشكل التالي. المجموعة الأولى ضمت مانشستر يونايتد، شختار، باير ليفركوزن وريال سوسيداد. المجموعة الثانية ضمت ريال مدريد، يوفنتوس، غالاتا سراي، كوبنهاجن. المجموعة الثالثة ضمت بنفيكا، باريس سان جيرمان، اولمبياكوس واندرلخت. اما المجموعه الرابعه فقد ضمت بايرن ميونخ، سي اس كا موسكو، مانشستر سيتي وفيكتوريا بلزن. اما المجموعه الخامسه فضمت تشيلسي، شالكي، بازل واستيوا بوخارست. اما المجموعه السادسه فضمت ارسنال، مارسي، بوروسيا دورتموند ونابولي. اما المجموعه السابعه فقد ضمت بورتو، اتلتيكو مدريد، زينت وأوستريا فيينا. وأخيرا ضمت المجموعة الثامنة والتي وصفت بالقوية، برشلونة، ميلان، أياكس وسلتيك. في الإطار نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فوز النجم الفرنسي فرانك ريبيري بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز للموسم الماضي، متفوقا على ميسي ورونالدو. توج برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بلقب بطل كأس السوبر المحلية بعد تعادله سلبا يوم أمس أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب التي جرت بينهما على ملعب كامب نو، وذلك بفضل التعادل الإيجابي الذي عاد به برشلونة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي. وبهذه النتيجة يكون البارسا قد استمر في تزعمه للأندية الإسبانية الفائزة بكأس السوبر ب 11 مرة وبفارق لقبين عن ريال مدريد، في حين لا تحتوي جعبة أتلتيكو مدريد سوى لقب واحد فقط. اعترف البرتغالي أندري فياشبواش المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى أن نجم الفريق جاريث بيل من المرجح أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني. بواش وفي مؤتمر صحفي قال بيل مشغول حاليا بانتقاله الكبير إلى ريال مدريد، وإذا حدث ذلك فإننا نتمنى له كل النجاح والتوفيق. وأضاف بواش، ما زال ناديان في مرحلة المفاوضات حتى هذه اللحظة، أعتقد أن انتقال بيل سيتم في اليومين المقبلين، ولكن لا تتوقع أن أضخم صفقة في عالم كرة القدم من الممكن أن تتم بهذه السهولة. إلى أخبارنا المحلية، حيث حقق النجم والصفاء فوزين مهمين على راسينغ وشباب الساحل على التوالي في المرحلة الثانية من كأس النخبة لكرة القدم، ليتأهلا إلى الدور النصف النهائي في خطوة منهما للتنافس على اللقب الأول هذا الموسم. ففي مباراة الصفاء افتتح علي نصر الدين التسجيل في الدقيقة 6 قبل أن يعزز جورجيانو النتيجة لفريقه في الدقيقة 35. وفي الدقيقة 60 أحرز علي السعدي الإصابة الثالثة للصفاء قبل أن يقلص مصطفى شاهين النتيجة ويحرز هدف شباب الساحل الوحيد في الدقيقة 78. هذا كل شيء في رياضة لليوم، شكرا للمتابعة، عودة إليك منير. شكرا هبة. الآن نصل إلى صفحة الأحوال الجوية.
طقس مستقر عم بيساتر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لبكرة الجمعة الجو العام بلبنان مكمل بين قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة عن اليوم. نسبة رطوبة أدناها 50 أقصاها 80%. اتجاه رياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر معتدل. ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء 30 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تصل لها بكرة نبدا على طرابلس 32 و 31 بجبيل، 32 درجة بصدى وصول و 33 للعاصمة بيروت، 34 درجة بالقرعون وزحلة، 29 لبيت الدين، 25 بفقرة و 23 بالأرز. درجات الحرارة والجو المتوقع للأيام المقبلة للسواحل اللبنانية جمعة وسبت الجو العام رح يكون بين قليل الغيوم لغائم جزئيا ودرجات الحرارة مستقرة بين 32 و 33 درجة، انخفاض 1 و 2 و 31 والجو العام بيتحول لصافي. أما درجات الحرارة خلال فترة مسائية رح تكون بين 24 و 26 درجة كحد أقصى. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: توقيف الشيخ هاشم منقارة بعد الشيخ الغريب والحوري على ذمة التحقيق في قضية تفجيري طرابلس الإرهابيين. The very best route to follow is to have a Chapter 7 resolution. بريطانيا تؤكد أن أي عمل عسكري ضد نظام الأسد هو قانوني، وخبراء الكيميائي يغادرون سوريا السبت ويسلمون تقريرهم في اليوم نفسه. تعزيزات عسكرية أمريكية وفرنسية إلى المتوسط، والجربة يطالب بردع دولي قوي ضد نظام الأسد. إلى هنا تأتي هذه النشرة، شكرا لصائكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء. كلمتك كانت واضحة مثل ما أنا دعمت هيدا بدي أدعمها. فتحنا أبواب اللهيب، أبواب جهنم على البلد.